السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم ومعلومة عن منتج منتجنا النهاردة هو الامبريلا يارن او مظلة الصوف. وليه بتتسمى الاسم ده اصلا؟ لان هي فعليا لما بتيجي تتفتح بتكون شبه الشمسية، طولها حوالي 30 سنتي بالكتير وفتحتها مش ضخمة قوي ولكن عملية جدا. مهمة قد ايه في شغلنا؟ مهمة ومهمة جدا كمان، بالذات لو انا بشتغل بخيوط محتاجة تتلف طول الوقت زي الخيوط الرخيصة او الشلات بتاع المكرمية، اقدر بسهولة الفها مع الامبريلا يارن واريح دماغي جدا. عملية قد ايه؟ عملية جدا لانها مصنوعة من الاخشاب. هل معنى ذلك ان هي مش مصنوعة من حاجات تانية؟ لا، في منها البلاستيكي، والبلاستيكي ده يفضل جدا ان انتي ما تشتريهوش لانه مش هيكون عملي معاكي وعمره الافتراضي مش طويل قوي. طبعا في ناس تعشق البلاستيك، البلاستيك كويس كل حاجة، ولكن هو برضو مازال يعتبر من الحاجات الملوثة للبيئة، بالذات لما بحب استغنى عنها. زي ما انت شايفة معايا دلوقتي، القطعة اللي تحت دي بتبقى شبيهة بالماكينات اللي عندنا بتاع زمان، بتاع اللحوم، فرم اللحوم او ماكينة البسكوت بتاع زمان، بتتثبت في الجزء اللي تحت ده من الترابيزة وبتبتدي تتربط. بعدها بتلاقي العمود اللي هو اساس الشمسية ديت، وده بيبقى فيه زي بكرة زي ما انت شايفاها دلوقتي. بتبتدي ان انت تحطي الخيط على الجزء اللي هو العصيان اللي من فوق ديت، وتبتدي تفتحي بالعجلة اللي موجودة من تحت او الخرزاية دي، وتبتدي تثبتي على قد حجم شلة الصوف بتاعتك. وده بتكون حاجة مميزة قوي، مش محتاجة بعد النهاردة حد يمسك لي الخيط عشان افكه، او ان انا اتحايل على حد اصلا انه يزبط معايا، او ان الخيوط كعبلت مني وبقت شبه الكنافة كده، وده بيحصل كتير على فكرة. فالقطعة دي فعليا بتهون جدا علينا في الشغل. ممكن تلاقي حد بيقول ان هي ليها نوعية اخشاب معينة، او ان هي مصنوعة من اخشاب متينة، ولكن هي كلها خشب. اي نعم، في بعض الاخشاب اللي هي بتكون متينة ولكن مش كلها طبعا بتوصل لنا، ولكن لو هي خشب بس فهي هتقضي الغرض جدا. في ناس بتسيبها مفتوحة طول الوقت، وفي ناس لو انت عندك مساحة، طبعا هي حجمها مش ضخمة قوي ولكن مجرد وجودها كده بيكون احيانا زحمة يعني. وفي ناس بتطبقها وهي تخزينها سهل جدا في اي باسكت عندك في الدرج بتاعك، تقدري تشيليها وبس. خلاص، يا ترى عجبتكم فكرة الامبريلا يارن ولا حاسين ان هي مش مهمة؟ طبعا ما تنسوش كل الحاجات دي هتلاقوها في صندوق الوصف، ولو انتي بتشوفيني من على التيك توك او الانستا كل الحاجات دي موجودة في اللينك بتاعي في البيو، تقدري تاخديها بسهولة ولكن لمدة محدودة. اشوفكم في فيديو جديد ومعلومة اجدد. مع السلامة، باي.